صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. بعد الأسبوع البلدي والاختياري في بيروت والبقاع، اتجهت الأنظار إلى جبل لبنان، المحطة الثانية لقطار هذا الاستحقاق، والذي استأثر برئيسيات العديد من الصحف الصادرة اليوم، والتي سنتابعها مع مفوض الإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ رامي الريس. أستاذ رامي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير. مثل ما ذكرنا، الاتجاه هو صوب الجبل، جبل لبنان ككل، من جونية إلى الجبل إلى كل المناطق. هي المرحلة الثانية. إلى أي مدى العناوين التي طرحت، بس هذا السؤال العام، بانتخابات بيروت والبقاع قد تنطبق على جبل لبنان، تحديدا موضوع الأحزاب يلي تواجه العائلات؟ أنا بتصور أنه عنوان يعني المطروح بالطريقة أنه الأحزاب تواجه العائلات بمقاربته خاطئ، لأنه بنهاية المطاف الأحزاب ليست منفصلة عن العائلات، ليست منفصلة عن المجتمع الذي يتكون من العائلات. نعم. وأبناء العائلات هم أعضاء في الأحزاب، وأعضاء الأحزاب هم ينتمون إلى عائلات كذلك الأمر، وبالتالي أتصور المقاربة خاطئة. هلا لا شك انه يعني في احزاب وقوى سياسيه عديده لها تاثيرها، لها نفوذها، لها حضورها، كلمتها مسموعه عند الكثير من العائلات في الكثير من القرى، وبالتالي لها تاثير ايجابي. بس انا بتصور يعني اذا من خلاصه ممكن نستنتجها من كل دوره انتخابات بلديه كاحزاب سياسيه او كقوى سياسيه، هي يعني انه هذا التشابك الذي يحصل على المستوى المحلي بين الانتماء المحلي والانتماء العائلي، وربما لاحقا الانتماء الحزبي، غالبا ما لا يراعي الاعتبارات الحزبية بشكل كامل ودقيق، وبنشوفها بكل القرى وكل الضياع. أحيان شخص وابن عمه، أخوة أمرار بينزلوا ضد بعض، من نفس العائلة بترشحوا ضد بعض، وهذه إلى علاقة بالطابع المحلي لهذه الانتخابات، وبرغبة أبناء القرى طبعا أن يكونوا لهم دور من خلال هذا الاستحقاق، اللي هو استحقاق مهم، يعني مفيد انه نرجع يعني نشعر مع اللبنانيين جميعا باهميه فتح صناديق الاقتراع والانتخاب والمشاركه في الحياه الديمقراطيه اللي تعطلت بكل مستوياتها خلال 3-4 سنين اللي مرقوا. تعقيبا على ما ذكرت انه الاحزاب هي من العائلات، ولكن بالموضوع الحزبي هناك تنظيم، هناك توجيهات تعطى، ويجب على المناصرين والحزبيين الالتزام. عند العائلات هو موضوع اتصالات وتعاطف واقرباء، هون ببين الفرق. صحيح، ولكن مع يعني مع التعليمات صح التعبير او التوجيهات التي تصدر حزبيا، حيحصل الكثير من التفلت بين مزدوجين، الكثير من بلشت تلمح للاشرفيه، بدنا نحكي بعدين لاحقا. يحصل يعني تفلت من هذا الموضوع، نظرا يعني مثل ما عم نقول للاعتبار المحلي العائلي، حتى ما نقول لو شوي القبلي، يعني ببعض الاماكن لهذا الموضوع. بس أنا بتصور أنه التصوير المقارب أنه العائلات في مواجهة الأحزاب هو خيار يعني غير موفق، نظرا لهذا يعني التشابك القائم بين العائلات والأحزاب. نعم. على المستوى المحلي عملنا هذا العنوان العام، ولكن رح نبدأ الحلقة بكاريكاتير لأرماء حمصي بصحيفة النهار تحت عنوان ترحيل الجلسة الرئاسية ل 12 حزيران. رسم حصان المعركة إذا بدنا نقول البلدية، وعم يلبط صندوق الاستحقاق الرئاسي بعيدا لأرماء حمصي، الكاريكاتير طبعا بصحيفة النهار. تحية مثل العادة لأستاذ أرماء اللي بعبر بطريقة كتير كتير موفقة. لا، ما في شك أنه بالآخر صندوق الاقتراع الرئاسي اللي كان يفترض أنه تفتح منذ ما بعرف، دخلنا السنة الثالثة على كده، دخلنا السنة الثالثة من الفراغ الرئاسي والجلسة الأربعين. نعم. ويكاد يتحول المشهد إلى مشهد كاريكاتوري، ولكن مؤلم أنه يكون هالقد الوضع بالبلد أصبح إلى هذه الدرجة من التراجع. وإن شاء الله نقدر نعيد، يكون الانتخابات البلدية مدخل لإعادة انتظام الحياة الديمقراطية التي تعثرت بالبلد، لأنه مفاعيلها السلبية كبيرة وكبيرة جدا. لنا عودة بموضوع رئاسة الجمهورية في القسم الأخير من هذه الحلقة، ولكن بالعودة للموضوع الذي بدأنا فيه واللي ما زال يتفاعل حول نتائج انتخابات بيروت والبقاع والتداعيات والأرقام والأحزاب وعدم الالتزام، هل يمكن الحديث عن انتصار بالانتخابات بلدية؟ انتصار هنا أو خسارة هناك؟ مش بس خسارة، يعني موضوع انتصار لهذا الحد لهذا الحجم؟
يعني أنا نحن ميلين أكثر على مستوى الحزب التقدم الاشتراكي أن نتعاطى مع ملف الانتخابات البلدية بحيث هو تعبير ديمقراطي محلي مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي. وأنا بتصور أنه توظيف الاستحقاق البلدي لمصلحة الأحزاب السياسية لا بفيد البلدات والقرى ولا بفيد الأحزاب السياسية، لأنه بنهاية المطاف حتى الأحزاب السياسية إذا بدها تحسب الموضوع من زاوية مصلحتها المباشرة وعلاقتها مع المواطنين، بالآخر تواجد أي حزب في أي بلدة أو في أي ضيعة يفترض أن يكون يملك علاقة مع جميع مكونات هذه البلدة وأن لا يكون محسوبا لأطراف دون سواها، لأنه حتى لو نجح حزب سياسي معين في إيصال المحازبين حصرا إلى مجلس بلدي في قرية معينة، هذا الشيء يعني لا يخول أن يملك سلطة مطلقة في هذه البلدة أو تلك، أو لا يأخذ بعين الاعتبار آراء المجموعات الأخرى الموجودة في البلدة. وإلا مجلس البلدي لا يعمل. صحيح. وإذا في ميزة يعني لهالبلد بعد فينا نتغنى فيها هي مسألة التعددية والتنوع اللي يفترض نحافظ عليها من مستوى البلديات المحلية إلى أعلى درجات السلم السياسي. بنتائج انتخابات بيروت استاذ رامي، حضرتك كان لك مقال بصحيفة الأنباء أونلاين، تقول بدنا نقرأ يعني شيء قليل وحضرتك بتكفلنا. تقول تحت عنوان الانتخابات البلدية في العاصمة أبرز الخلاصات أنه انتخابات بلدية بيروت طويت ولأن فتحت صفحة جديدة، المهم أن تنجح اللائحة الفائزة أن تعيد بناء صورة جديدة لبلدية العاصمة في أذهان البيارتي أولا واللبنانيين جميعا ثانيا، لما لهذه المدينة من محبة ومكانة في وجدان جميع المواطنين. وكما قال النائب وليد جنبلاط، خلصت السكرة وجهت الفكرة. حطيت عبارة النائب جنبلاط كأنها بطريقة إيجابية، ولكن البعض فسرها غير هيك. نائب وليد جنبلاط عنده طريقته في التعبير وعنده أسلوبه، وهذا منه جديد، وبتصور اللبنانيين تعودوا، يفترض القوى السياسية أيضا تكون اعتادت على هذا الأمر. هو يقدم ملاحظاته بطريقة اسمها طريقة وليد جنبلاط، وإذا كان من ملاحظات تصب في إطار النقد فبتصور ربما هو أكثر من يمارس النقد الذاتي لدرجة أحيان حتى عنا داخل الحزب بيصير نقاش أنه هذا أشبه بجلد الذات ببعض الأحيان. بعض الأحيان انتقد الأحزاب يعني. صحيح. وبالتالي يعني بتمنى أنه يعني يفهم أي كلام يصدر من وليد جنبلاط في إطار النقد البناء، يتم التعاطي معه على هذا الأساس لا أكثر ولا أقل. بنهاية المطاف أيضا وليد جنبلاط حريص على العاصمة وحريص على بيروت، وحريص أن تكون هناك بلدية فاعلة في بيروت تراعي هواجس المواطنين وأراء المواطنين، تعالج الملفات التي لم تنجح البلديات المتعاقبة في معالجتها، تحافظ على ما تبقى من تراث بيروت وأبنيتها القديمة، يعني تعيد إحياء المناخ التفاعل الحي والاجتماعي في بيروت، النسيج الذي ضرب في الكثير من المواقع. غير هيك وليد جنبلاط ما عنده يعني هدف خاص في بيروت إلا هذه المصلحة العامة. طويت الصفحة وأنه هذا المجلس كما ذكرت هلأ أنه يعني يبدأ العمل. هلأ في مجلس جديد نتمنى له التوفيق، في أرقام لابد أن تدرس بعناية، وبتصور في كلام كتلة المستقبل بالأمس أيضا في هذا الموضوع. نعم. أنه هي ستعكف على دراسة معمقة للنتائج، لأنه كمان الأرقام التي صدرت والتي نالتها الفئة اللائحة المنافسة لائحة بيروت مدينتي أيضا أرقام معبرة، وصحيح في فارق يعني بالأصوات، ولكن عدد الأصوات التي نالتها اللائحة المقابلة أيضا أتصور فيه رسالة من البيارتي من أبناء بيروت تشكل شكل من الرغبة بالتغيير في الأسلوب وفي الأداء الذي تحكم في عمل المجالس البلدية السابقة. وبتصور أنه في طاقات ممتازة ضمن لائحة بيروت مدينتي من مصلحة المجلس البلدي. كان ممكن المزج؟ يعني ما بعرف، لأنه يمكن الأجندات مختلفة، المقاربات مختلفة، وخلع على كل حال انتهت يعني. بس تعودنا. بس بتصور يعني يستفاد، ممكن يجد صيغة للاستفادة من خبرات هذه المجموعة. عودنا على رأيك الهادئ والرصين إذا بدنا نقول. شكرا. لمحت لموضوع اللائحة الثانية بيروت مدينة والأصوات التي حصلت عليها، كان هناك تحالف لكل الأحزاب مع تيار المستقبل وتشكيل هذه اللائحة من كل الأحزاب، مثل ما قال الرئيس الحريري دخلوا للائحة وصوتوا لحدا تاني،
مثل كأنه بيضمنوا نجاح مرشحين على هذه اللائحة وإنه بروحوا لمكان آخر، وعم نحكي تحديدا بالدائرة الأولى والأشرفية الصيفي وغيرها من مناطق. هذا إذا بدنا نقول تحالف أو التزام أو عدم التزام، قلت بعض مرات الأحزاب ما بتمون كثير يعني بضل في حالات، ولكن كانت الحالة كاملة. يعني لا شك إنه يعني موضوع اللي حصل بالدائرة الأولى ومسارات التصويت حتى حصل بعض الإشكاليات على الأرض، يعني مثل ما تابعت حضرتك وشفت يعني داخل التيار الواحد وداخل الحزب الواحد ربما بجانب منا إلى علاقة بهذا الاعتبار المحلي الذي يفرض نفسه في الاستحقاق البلدي دون أن يفرض نفسه ربما بنفس القوة في استحقاقات انتخابية أخرى. هل هالأمر يعني هو نتيجة نوايا مبيتة مسبقة من قبل بعض الأطراف أو نتيجة خروج المسار الانتخابي؟ بدنا نسألهم حقيقة، لأن ما عندي فكرة. لكن أكيد من خلال القراءة أكيد بكرة بتستضيف حدا منهم لا هني برروا، يعني كل الأحزاب طلعت وبررت إنه إيه عم نرد. يعني أنا بتصور هذا الأمر غير يعني غير مناسب، يا إما يكون هناك تحالف واضح إما أن لا يكون. نعم، شو دخل إنه تصفية الحسابات بانتخابات بلدية سواء بين الجمهور العوني أو حتى القوات إنه ما بدهم بموضوع مجلس بلدي قديم عم بحاسبه لائحة جديدة عليه ورئاسة الجمهورية عم بحاسبه انتخابات بلدية فيها، كيف بتركب هيك؟ تعرف هذه يمكن سببها الأساسي إنه طريقة تركيب اللائحة لأنه بلدية ربما التركيب الفسيفساء الحزبية يلي بنعملها بتأليف الحكومات وبغير تأليف الحكومات ما بتزبط بالمجلس البلدي، والدليل يلي حصل بهذا الأمر يعني في اختلاف واضح بالرؤى السياسية بين تيار المستقبل وبين تيار الوطن الحر في معظم الملفات الوطنية، إنما التقوا لتشكيل لائحة بلدية. ما هذه صعوبتها أنه تجي تألف لائحة يعني من أطراف متناقضة لهذا القدر سياسياً، مش سهلة يعني إخراجها لا سياسيا ولا إعلاميا ولا انتخابيا ولا جماهيريا، فربما يعني هذا السبب الأساسي. نعم، أيضا إذا بدنا نقول الحزب الإشتراكي كان باللائحة طبعا. عندنا مرشح استاذ رامي الغاوي رامي الغاوي، ونحن كنا ولكن نحن طبعا ضمن بيروت يعني نحن واضح محدود ربما القدرة التصويتية، ولكن نحن ضمن اللائحة طبعا كنا. بطبيعة الحال النائب وليد جنبلاط حتى ما يصير في التباس بهذا الموضوع كان رأى في لائحة بيروت مدينتي أيضا مجموعة من الشخصيات الكفوءة وهو استقبلهم وزاروه واعتبر أنه يعني الطريقة التي تم فيها تركيب لائحة بيروت مدينتي والشخصيات التي تضمها طبعا مش انتقاصا أبدا من اللائحة المقابلة التي فازت، ولكن لائحة بيروت مدينتي ربما كانت فرصة يعني تغيير، والأرقام على كل حال بينت ونبض الشارع في مكان معين كمان عكس هذا الموضوع. نعم، ولكن نحن بطبيعة الحال كان في التزام مع لائحة البيارتي وكمان ترك الحرية إذا بدنا نقول للتصويت لبيروت مدينتي. هون بموضوع التركيبة كان العنوان الكبير إلى جانب موضوع الإنمائي وهو موضوع سياسي طبعا للرئيس الحريري أنه المناصف مجلس طبعاً. البلد المناصفة كأنه الأحزاب وجهت رسالة للرئيس الحريري أو حتى عم توجه لمسؤولين عن وقادة هذه الأحزاب، كانت ضربة المناصفة ببيروت وكان قدر الرئيس الحريري واضح لأصوات من المسلمين إذا بدنا نقول جاب اللائحة كلها من هذا الميل وبلا مناصفة. لا بتصور الرئيس الحريري يعني أيضا يعني يسجل له هذا الأمر وحرصه على المناصفة اللي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري مثل ما كلنا بنعرف من أول انتخابات بلدية، والذي أكد على صيغة المناصفة يلي هي مش منصوص عنها بالقانون، هي مجرد عرف، وبالتالي انتصار المناصفة في بيروت بتصور هو انتصار للتعددية والديمقراطية في لبنان وللتنوع، وانتصار أيضا للوعي السياسي عند البيارتي بالتحديد ضرورة الحفاظ على هذه المناصفة وتأكيد عليها كمظهر من المظاهر العيش المشترك في لبنان خصوصا في
في العاصمة، فطبعا هذه مسألة تسجل إيجابا في هذا الإطار. نعم، بدنا نشوف هلأ تداعيات ما جرى ببيروت والبقاع تحديدا وزحلة على باقي المراحل. ولكن أستاذ خير الله خير الله، عن انتخابات بيروت يكتب في صحيفة المستقبل أنه ما كان انتصار اللائحة لائحة بيرت بالانتخابات سوى انتصار لبيروت أولا في وجه التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان والعاصمة، وفي مقدمة غياب رئيس الجمهورية وممارسات حزب الله في تحويل هذه المدينة كما يقول الأستاذ خير الله إلى ضاحية فقيرة إذا بدنا نقول. وهي تجربة مهمة كشفت أن ليس هناك ما يحول دون إجراء انتخابات في لبنان، انتخاب رئيس جمهورية وبعدين وفي موقف للرئيس بري. الشق الثاني بوافقوا أنه يفترض أن نذهب لانتخاب رئيس. هلا بالشق الأول ما فهمت شو الرابط بالاخر انه انتصار لاهلي بيروت. صحيح، بس انه بقصد انه اوكي حزب الله بالاخر ما بتصور حزب الله عم بيمنع، يمكن عم بذكر بالتواريخ، عم بيعطل بلديه بيروت، عم بذكر بالتواريخ سابقه على كل حال. يعني ربما، بس بكل الاحوال انا بتصور بلديه بيروت من البلديات المهمه، من البلديات التي تملك قدرات وامكانيات هائله. نعم. والتي تستطيع ان تحقق تغييرا كبيرا في بيروت إذا توفرت لديها رؤية شاملة، لأنه بالفعل يعني البلديات بالأساس أكثر شيء بتشكي من إمكانية توفر التمويل. تمويل. هذا تمويل الموضوع ما عنده إياه بلدية، يعني هذا المشكلة ما عنده إياها بلدية. هو الخوف من الوفر الكتير كمان. لا، بالآخر في قوانين وفي أنظمة. نعم. ويفترض أنه يحصل تغيير إن شاء الله مع رئيس بلدية بيروت أستاذ جمال عيتاني، بنوجه له تحية، يقدر فعلا يعمل تغيير نوعي. نعم. في هذا الموضوع حكيت عن المدينة كمدينة والنسيج. على كل حال كتلة المستقبل تقيم النتائج وقالت انه ايضا يعني وجهت رسائل للائحة الثانية، وانه بالاخر هذا البلد الكل بحاجة لكل طاقاته، ما كانت في هذا الموقف المواجه اذا بدنا نقوله. والرئيس الحريري اكد انه رغم كل شيء وهذا البيت لكل الناس بالاخر معركة ديمقراطية. وصناديق الاقتراع فصلت، واتصور بيروت مدينتي يعني مثل ما عبرت ببياناتها وبموقفها تملك قدر كافي من الديمقراطية والشجاعة. نعم. لتقبل النتائج، وأنا بدعيهم فعلا إذا حصل يعني أي مبادرة من قبل المجلس البلدي الجديد أن تتشابك الأيدي إذا صح التعبير. نعم. لمصلحة مدينة بيروت. نعم، لننتقل بيروت والبقاع والنتائج. بزحلة كانت صورة مشابهة لبيروت ولكن بطريقة تانية. يعني سيدة مريم سكاف أخذت هذا الرقم والأحزاب كلها صبت إذا بدنا نقول، وهون كان الشغل على الأرض. هون موضوع الحزبي، موضوع الحضور السياسي كمان، مش بس عائلات بزحلة. بتصور يعني كان ممكن لكل الأطراف، يعني نحن معنا مباشرة وجود بزحلة، ولكن من القراءة السياسية أنا بتصور كان ممكن لمختلف الأطراف السياسية أن تنسج لائحة ائتلافية يعني تعكس تنوع زحلة وتؤمن التمثيل الصحيح في كل زحلة، لأنه بنهاية المطاف زحلة يعني غير أنه هي عاصمة الكسلكة و يعني لها موقع الاستراتيجي والمميز، فيها تنوع، فيها شرائح سياسية متنوعة. نعم. عم نحكي زحلة وقضاء طبعا، ليس فقط المدينة. زحلة، ولكن بالتحديد زحلة المدينة أيضا هي يعني تمثل، يعني آل سكاف في زحلة هم عائلة تاريخية ولها حضورة ولها موقعة. بتصور لو الأحزاب السياسية الثانية حاولت أن تنسج ائتلاف معين يراعي كل مكونات المدينة كان بيكون أفضل لمصلحة. هون الكلام عن صورة الأحزاب يلي تحاول قطع الطريق، يعني تأخذ كل شيء. يعني أنا بتصور هذا غلط. أنا فيني أحكي على الأقل نحن شو حاولنا نعمل وشو عملنا. برشاية التجربة مثل الأحزاب برشاية مختلف الموضوع. برشاية كان في معركة، لو شوية رح تصير معركة إلغاء. صح. وتم استحضار، يعني رجعونا لمرحلة الوصاية وشفنا البوستات وشفنا يعني رجعنا. يجب وبالتالي لا، لما بتصير المسألة مسألة وجود وبقاء والحفاظ على الوجود السياسي، لا أكيد بدهم تتغير المعطيات، بدهم يسمحوا لنا فيها مثل ما بقول. نعم. ولكن بتصور أنه في نهاية المطاف أي حزب، نحن على الأقل فيما يعنينا
حاولنا قدر الإمكان حيث نستطيع أن نعزز مناخات التفاهم التوافق بين العائلات وبين أبناء البلدة، ونجحنا في كثير من المحلات. يعني بالمتن الأعلى في أكثر من 10 أو 11 بلدية طلعوا بالتزكية، ببتاتر حصل تزكية بأكثر من مكان. وحيث لم ننجح فعلا قلنا وأصدرنا بيانات على كل حال بهذا الموضوع، بإقليم الخروب، بالشوف، بعلي، بأكثر من محل، نحن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ونترك الخيار العائلات تتفاعل مع بعضها. صحيفة اللواء بدأت بالحديث عن مرحلة جبل لبنان، تقول أنه في قوى سياسية اليوم في مرحلة تقييم للانتخابات البلدية ببيروت وأيضا في منطقة البقاع قبل 4 أيام من تواجه الناخبين بجبل لبنان، من الشوف لكسروان مرورا بالضاحية الجنوبية، فن الشباك، سن الفيل، أنطلياس، غسطة وحتى جوني، وحكيت عن المعارك بين الأحزاب يلي يتفقون في مكان ومختلفين في مكان آخر، مثل ما يحصل في جوني. بجوني صحيح. التيار الوطني الحر يؤيد لائحة ما مش الحال التوافق، هناك في لائحة بالمكان الآخر، وبالتالي إلى أي مدى اليوم واضح في قرار حزبي بتعميم موضوع التحالف الحزبي كقوة إذا بدنا نقول مسيحية توافقية، مرات بوجه العائلات ومرات هني بين بعض. يعني لا شك أنه التقارب الذي حصل بين تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية كان من المتوقع أن ينعكس يعني في مكان معين بالانتخابات البلدية، ولكن برجع بقول لك لأنه الاعتبارات المحلية غالبا ما تطغى على الاعتبارات السياسية في كثير من القرى، ممكن هذا الأمر يتعثر، وهذا اللي حاصل هلأ بجوني على سبيل المثال. وبالتالي لا يمكن القول أنه يعني ليش هذه المعادلة العائلات والأحزاب اللي بلشنا فيها الحلقة حكينا يعني هذه دقيقة، لأنه بالآخر لا تحالف الأحزاب الفوقي يستطيع أن يلغي العائلات، يستفز مرات العائلات ويستفز، ولا كمان يعني تحالف العائلات خارج ربما في بعض الأماكن الغطاء السياسي يكتب له النجاح. وبالتالي هالمعادلة الدقيقة بتفرض حالة بخصوصية كل ضيعة أو كل بلدة حسب تطور الواقع الميداني. على كل حال باللواء ايضا خطبت بموضوع انه بمدينه جبيل كان اتجاه هو ليكون في معركه، ولكن استاذ زياد حواط يبدو انه كان في تقدير لما قامت به هذه البلديه، وهذا يذكرني ما حصل مع استاذ وجد مراد بمدينه علاي وحتى بالزوق. هذه النماذج يعني ما في اشكال انه خلي هذا المجلس يكفي، ولكن لما تاتي بلديه بتقول بدنا نكفي وما في هذه الانجازات، هون يقع المشكل. صحيح صحيح. لا بالاخر في يعني في رؤساء بلديات حققوا انجازات واضحه، منهم استاذ زياد حيوات مثل ما حكيت، منهم استاذ وجدي مراد، منهم العديد من الاشخاص يلي حققوا تحول نوعي في المدن او القرى يلي تولوا بلدياتها، وبالتالي بطبيعه الحال يعني استمرارهم بيكون بشكل طبيعي وبدفع اقوى ربما لتحقيق المزيد من الإنجازات. بالآخر البلدية يعني البلدية هي مثل جمهورية صغيرة بالضيعة وعندها صلاحيات كبيرة جدا. وإذا تعالج موضوع الإشكال الدائم اللي كان هو التمويل للبلديات والصندوق البلدي المستقل، أتصور إنفاق البلديات في القرى ينعش الحركة الاقتصادية ويعزز الوضع الاجتماعي في القرى، ويساهم في تخفيف ايضا العبء عن المدينه وعن المراكز الاساسيه. يجب ان يكون هذا هو الاساس، هذا هو الاساس، الترشح والعمل على صحيح. كل حال هذا هو لازم يكون الاساس. نعم، بس السياسه عم تاخذ كل الناس لمكان اخر، يعني المنصب والسلطه والتحدي. في جانب كمان له علاقه بالوجاهه شوي بمجتمعنا، هذا شيء نهار منيح ينحكى شيء محلل اجتماعي ولو ربما. كانت على نطاق ضايعه ايه، لانه يعني بلبنان في هالاعتبار بيفرض حاله كمان، وبالتالي اللي عنده رغبات بالواجهه مش مشكله، مش عاطله حقه، بس انه على الاقل يكون في برنامج علمي مدروس يتنفذ. علما انه ما لازم يعني يتطقم رئيس البلديه مع الاعضاء، ينزلوا على الارض يشتغلوا على الطريق والشجر وهون. صحيح، هذا هو شغلهم. صحيح، وفي نماذج من هالنوع. في نماذج. صحيح. على كل حال بناء حكيت عن ما جرى بزحلة أو نتائج المرحلة الأولى وانعكاسها يعني بطريقة مختلفة مثل ما ذكرنا بين الأحزاب بمناطق أخرى سواء كسروان وجوني وغيرها، إذا بنقول تنافس، قال التنافس الأحزاب بين بعضهم على البلدية.
يعني ببعض الأحيان ممكن هذا الأمر ممكن أنه يصير. مهم أهم شيء مثل ما عم بقول أنا ما أنه غلط يمكن يصير، مهم يراعي مكونات البلدة اللي عم يحصل فيها التنافس وخصائصها، ويسعى لعدم إقصاء يعني فريق على حساب فريق آخر أو عائلة على حساب عائلة أخرى. يعني يكون حزب داعم عائلة وحزب آخر داعم عائلة أخرى بفتكر تعمل مشاكل حزبية وعائلية وعلى عمل المجلس البلدي. مشان هيك الأحزاب ما في شيء بيمنع أن يعني تشارك في المنافسة الديمقراطية، لأن بالآخر كمان الأحزاب هي مثل ما قلنا من صلب المجتمع، يعني ما أنا من الفضاء الخارجي، مع مراعاة ألا تلغي خصائص البلدات والقرى. رح نتابع معك استاذ رامي الرئيس مفوض الاعلام في الحزب التقدم الاشتراكي هذا الحوار، شويه بلديات بعد لنشوف بعد الجبل بلديات شوي لنشوف وين في تحالف وين في توافق بمنطقه الجبل تحديدا. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة من كلام بيروت مع الأستاذ رامي الرئيس مفوض الإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي. إلا بنحكي شوية بلديات ولكن هي منطقة الجبل تحديدا، الكلام هو عن الإقليم وأيضا مدينة شويفات، التوافق قد يستمر أو أنه بعد ما حصل هذا التوافق. بصحيفة السفير الأستاذ أحمد منصور يقول أنه أم المعارك ستخاض في برجة، خصوصا بعدما فشل التحالف بين الجماعة الإسلامية والمستقبل والاشتراكي ليتم تشكيل ثلاث لوائح مدعومة سياسيا وعائليا، ومستقبل يقول أنه سيكون على مسافة واحدة من الجميع، وأيضا يعني عدد من مناطق قرى الإقليم في هناك زي ما بدنا نقول نسميها معركة على الطريقة الانتخابية، وأنه في تنافس بين العائلات وبين القوى بالإقليم ككل. موقف الحزب الاشتراكي أيضا للتوافق أو في موضوع التحالف أيضا. في موضوع الإقليم الحزب التقدم الاشتراكي بذل جهود كبيرة مع تيار المستقبل ومع الجماعة الإسلامية لتحقيق التفاهم والتوافق في عدد من القرى والبلدات، وحصل أكثر من اجتماع في هذا المجال. تولى يعني من عنا أمين السر العام ظافر ناصر مع الشيخ أحمد الحريري والجماعة الإسلامية، ووصلنا إلى محلات كان التفاهم فيها مكتمل. للأسف رجعت سقطت هذه التفاهمات نتيجة عدم الالتزام الكامل من كل الأطراف في هذه المسألة، ووصلنا إلى حائط مسدود. نحن طبعا كنا نتمنى أنه تكون الأمور غير هيك، بس بنهاية المطاف مثل ما حكينا قبل شوي انتخابات بالآخر خلي المسار الديمقراطي يأخذ مجرى، طالما أنه كل التنافس تحت سقف يعني القانون والأصول المرعية الإجراء والتنافس الديمقراطي، نشوف كيف بده يعبر عن نفسه، وخلي الناس والعائلات تختار ونحتكم إلى صندوق الاقتراع. وأيضا المستقبل يقول هو على مسافة من الجميع، يعني تقريبا موضوع التوافق، ونحن كمان يعني بأكثر من بلدي أصدرنا مواقف واضحة أنه لن نكون طرفا مع فريق بشويفات. رمز مشرفية بالنهار يقول أنه اشتدت الأزمة ولكن قد يكون هناك انفراج من خلال يكون هناك لائحة للنائب طلال أرسلان أيضا مع يعني حزب الاشتراك الحزب الديمقراطي، ويكون هناك لائحة توافقية. تم هذا الأمر أم بعد المفاوضات؟ بعد ماشي، يعني خلينا نشوف وين ممكن توصل. بصحيفة الجمهورية ولننتقل إلى بلديات وكله مربوط بأي حال، الجمهورية تقول أنه أوساط معنية بالاستحقاق البلدي تقول للجمهورية أنه موضوع الجولة الأولى وبالتالي الموضوع المسيحي الانتخابات يلي موضوع المسيحي تحديدا تكون الأولوية مش هو الموضوع الرئاسي بدهنه موضوع الرئاسي وليس مش انه موضوع البلدي هو الاستحقاق الأهم. آخر مفروض كلنا متفقين انه انتخابات الرئاسية هي الأهم بالبلد وهي العرس الحقيقي للديمقراطية عندما ستحصل، وهي الأساس المدخل الذي سيعيد الانتظام للحياة السياسية والديمقراطية بلبنان. هلا بطبيعة الحال وصلنا إلى موعد استحقاق الانتخابات البلدية دون أن نكون أنجزنا الانتخابات الرئاسية، ولكن منيح يعني أنه حصلت الانتخابات البلدية وبعد عم تحصل. بس هلا بإعادة ترتيب الأولويات أنا وجهة نظرنا نحن أنه
لابد أن نذهب إلى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية. كيف يمكن توظيف نتائج بلدية بموضوع الرئاسة؟ يعني هو موضوع تحالف، على كل حال الجمهورية بنوعا ما تنتقد التحالف الحزبي لأنه منه مبني على موضوع وطني أساسي، يعني بعد في ثغرات في هذا التحالف. على كل حال إذا مقصود تحالف المسيحي المسيحي، يعني بالآخر أي تقارب بين 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 الأطراف اللبنانيين هو مسألة إيجابية ومفيدة. هلا بالترجمة السياسية واضح إنه هذا التفاهم لم يستطع أن يحقق خرقا في ملف الانتخابات الرئاسية، وحتى ترشيح القوات اللبنانية للعماد ميشيل عون أيضا لم يساهم لا في تأمين النصاب في مجلس النواب ولا في تغيير المعادلات السياسية القائمة. وبالتالي يعني واضح أنه نحن لا نزال ندور في حلقة مفرغة في هذا الأمر، وهذا يتطلب يعني ربما إعادة تحريك بعض الاتصالات الدولية والإقليمية لإعادة تفعيل الاستحقاق الرئاسي، لأنه واضح أنه المعطيات الداخلية وتوازنات القوى السياسية الداخلية لم تحدث أي تغيير. نعم، بنحكي عن موضوع الحركة إذا بدنا نقول الفرنسية تحديدا في القسم الأخير كما ذكرنا في هذه الحلقة، في كلام واضح للرئيس بري وبعد الاستحقاق البلدي أنه ما عاد في مجال إلا إجراء الانتخابات النيابية والقانون الانتخاب بدنا نشوف كيف، وحتى لو بقي قانون 60 لابد من إجراء الانتخاب. هلا إذا وصلنا إلى وقت لم يتم التحرك في الملف الرئاسي ربما لن يكون هناك مفر من إجراء الانتخابات النيابية، لأنه أتصور أنه تمديد جديد للمجلس النيابي لن يكون يعني مقبولا عند الرأي العام، وبالتالي يعني ربما نضطر إلى الذهاب إلى الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، رغم أنا برجع بأكد نحن وجهة نظرنا أنه مسار الأمور الطبيعي أن نذهب نبدأ بالانتخابات الرئاسية طبيعة الحال، خصوصا أنه ما في اتفاق على قانون الانتخاب، وبالتالي على صحيح بالآخر تجرى الانتخابات على أساس القانون الساري المفعول اللي هو قانون 60، ولكن في النقاش الحاصل على قانون الانتخاب بدنا بالآخر نتذكر أنه قانون الانتخاب في لبنان ليس قانونا تفصيليا أو بسيطا، هو قانون أساسي يساهم في إعادة تركيب الحياة السياسية و يعني إنتاج صيغة سياسية للواقع الداخلي بالبلد. نحن وجهة نظرنا أي قانون انتخاب لا يراعي حدين يلي هن تحسين مستوى التمثيل السياسي والشعبي والتخلص من بعض الاعتراضات التي تكرر نفسها في كل دورة انتخابية حول موضوع حسن التمثيل من جهة، ومن جهة تانية أن يكون هناك قانون يراعي طبيعة التوازنات والتركيبة السياسية التاريخية في لبنان القائمة على التعددية والتنوع، بمعنى ألا يكون هناك قانون يؤدي إلى إلغاء أو تهميش أو إقصاء أي فريق من اللبنانيين، لأنه هذا سيكون بمثابة وصفة جاهزة لإنتاج مناخات التوتر بالبلد. بين هذين الحدين النقاش يفترض أن يتمحور حول قانون الانتخاب كي لا نقع مرة جديدة يعني في مغامرات نحن بغنى عنها. وواضح أنه التفاهم على قانون الانتخاب لن يكون مسألة سهلة، والدليل هو تعثر عمل اللجان تلو اللجان التي كلفت في هذا الموضوع لحد ما وصل اليوم للجان النيابية المشتركة. ولكن بموضوع بالدستور ممكن إجراء انتخابات نيابية بدون ما يكون في رئيس، ساعات المجلس القديم بينحل والحكومة تنحل ومين بده يتابع كل هالموضوع؟ كيف أنا بتصور هذه فيها مشكلة كبيرة، لأنه مثل ما عم تتفضل حضرتك مع انتخاب مجلس نيابي جديد تستقيل الحكومة القائمة، وبالتالي يفترض برئيس جمهورية أن يجري استشارات نيابية يعملوه عند 24 تسمية رئيس الحكومة ولاحقا مع رئيس الحكومة تؤلف الحكومة الجديدة، فبالتالي في إشكال دستوري كبير في هذا الموضوع وهو الذي يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابي. بعدين شو يلي بيبرر يعني إذا بعد في 10 أشهر المجلس النيابي شو يلي بدنا اللي بيبرر اليوم إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية؟ من هون النواب كأنهم مرتاحين حتى لو صار نتائج انتخابات بلدية بتطلع المشكلة إنه ما انتخبنا رئيس ما بنعمل انتخابات ومنروح كم سنة لقدام.
بتصور انه لا، حتى النواب مش مرتاحين، وبتصور يدركون انه الراي العام لم يعني ليس متقبلا. عم بيشوفوا بالشارع فين؟ عم بيشوفوا انه الراي الطبيعي، فبالتالي لا، بتصور هذه المساله منا يعني ببلد مثل لبنان ما بتنحمل قصص من هذا، ربما ببلدان ثانيه بتمرق، ولكن ببلد مثل لبنان ما بتحتمل. بقوانين الانتخاب في مشروع قريب، يعني الاشتراكيه والمستقبل وايضا القوات تقريبا يتقارب او في نقاط مشتركه مع الذي طرحه الرئيس نبيه بري. واليوم مرجع سياسي يسال بالديار انه في حال التوصل لموضوع قانون انتخاب يتحدث عن الارثوذكسي ايا كانت الظروف، هو فتح الباب امام كونفدراليه قابله في اي لحظه للانفجار في حال ذهبنا للارثوذكسي. يعني لا، انا بتصور النقاش، لا بتصور القانون الارثوذكسي يعني واضح انه مع التقدير لكل اخواننا الارثوذكس يعني حملون اسم المشروع، وما بعرف اذا هن يعني اصلا بس لا، بتصور هو من اسوأ القوانين اللي ممكن انه نعتمدها في لبنان، لانه هو يحولنا الى مجموعه قبائل طائفيه، ويرفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي اكثر مما هو قائم حاليا، لانه عمليا لما كل طائفه بدها تنتخب نوابها، المرشح سيترشح عن طائفته، ولن يكون هناك دائرة من الناخبين أو شبكة من الناخبين أو شريحة من الناخبين من طوائف متعددة. بطبيعة الحال سيضطر أن يكون خطابه أكثر تطرفاً لإرضاء هذه الطائفة، لإرضاء الناس اللي عنده، لإرضاء هذا المذهب أو هذه الطائفة، وسنسقط عند إذن يعني في مزيد، يرجعوا يتواجهوا بطبيعة الحال. فلا، أنا بتصور هذا قانون مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجوز أن يمر تحت أي شكل من الأشكال. وأنا ماني مقتنع أصلاً أنه حسن التمثيل الطوائفي إذا صح التعبير يتحقق حصرا من خلال انتخاب يعني شرائح طائفية صافية لهذا المرشح أو في العدد. بالعكس، الأقليات شو بتعمل؟ يعني بالعكس، النائب المسيحي أو المسلم أو الدرزي أو سواء الذي يمثل من قبل أو ينتخب من خلال شرائح متنوعة دائرة أقوى بكثير أنا رأيي من الذي، وهذا عكس السائد. نعم. يعني في منطق بعض الأحزاب المسيحية القانون المشترك اللي حكينا عنه هو من الاقتراحات التي تم التوافق عليها في لحظة معينة مع القوات اللبنانية ومع تيار المستقبل. طبعا احنا يعني ما تنكرنا لهذا المشروع، وخليه يكون في نقاش جدي له. وانا بشوف انه مش غلط كمان يتفكر بقانون ولا مرة تفكر فيه اللي هو الدائرة الفردية. خلينا نرجع نفكر نطرح هذا الامر فردية بشكل او باخر، الاصغر يعني. نعم، بس هذا ايضا مثل ما كنت عم تحكي. لا شوي، بس الدائره الفرديه مش معناتها الانتخاب الطوائفي، يعني الدائره فيها تكون مختلطه متنوعه بس. نعم، اصغر. على كل حال لننتظر شو بده يصير هلا بعد ما نخلص انتخابات بلديه. نعم، كله مؤجل، حتى عمل حكومي تقريبا مؤجل، كثير من الملفات متروكه. رح نتابع معك استاذ رامي القسم الاخير من كلام بيروت، ابقوا معنا مشاهدينا بعد هذه الاستراحه. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع مفوض الإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ رامي الريس. حكينا شوية رئيس الجمهورية، ولكن اليوم امبارح كان في جلسة انتخاب رقم 40 شيك، دخل سن الأربعين والسنة الثالثة، بقى النواب عم بيخفوا. طب وكأنه واضح يعني أبعد بالآخر، واضح أنه يعني الانتخاب الرئيس في لبنان ليس يعني قل ما كان، يعني شيء يمكن انتخابات سنة السبعين فرق الصوت الواحد قليل، ولا مرة كان الانتخاب الرئاسي في لبنان هو يعني تصويت عددي في صندوق الاقتراع. رغم ما قيل انه موضوع دستوري وينزلوا وننتخب من يأخذ، تفاهم سياسي تسوية معينة غالبا ما يكون لها طابع يعني دولي اقليمي محلي نتيجة الابواب المشرعة لبنانيا على كل انواع التأثيرات الاقليمية والدولية، وهو تصويت سياسي وانتخاب تسوية سياسية. نعم، ليس مسألة يعني اقتناص أعداد في المجلس النيابي. نعم، وطالما هذه التسوية غير متوفرة محليا وأقليميا، طالما سنبقى في الفراغ الرئاسي. طيب، واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بانتخابات الرئاسة، الأوروبيين عندهم مكان آخر، بعد في فرنسا يلي يبدو انه عم بتحاول
تسوي شيء. زارت الرئيس الفرنسي إلى بيروت من كم أسبوع، وأيضا اليوم البطريرك الكاردينال مارك شارب الراعي كما جاء بصحيفة النهار طرح ملف الرئاسة خلال لقاء الرئيس الفرنسي، وأيضا رسالة من الرئيس الفرنسي إلى الرئيس بري أكد فيها العمل من أجل حل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية ودعم لبنان وباقي التفاصيل. يعني لا شك تحية للرئيس هولاند الذي لم يمل بعد من هذا الأمر، وبالفعل يسعى ويبذل جهود حثيثة لإنجاز الملف الانتخابي الرئاسي في لبنان. وبتصور كانت يعني طريق زيارته إلى بيروت أيضا تحمل دلالات مهمة، أن يعني يأتي ليزور بلد ليس فيه رئيس جمهورية فقط ليقول للبنانيين أنه فرنسا تدعم لبنان، وأنه ربما يحس اللبنانيين على التفاهم على الانتخاب. علما قال له الموضوع بإيدكم، بس كانت لافتة على موضوع اللاجئين أيضا، يعني كان في دعم. صحيح، وبالتالي نتأمل طبعا رسالته للرئيس بري مهمة، لقائه مع البطريرك الراعي أيضا مهم، ونتمنى أنه ربما تستطيع فرنسا بشبكة علاقاتها الدولية أن تحرك هذا الموضوع وتستخلص تسوية معينة. النائب وليد جنبلاط موجود بالعاصمة الفرنسية، هي زيارة مش رسمية؟ لا، هو في عنده لقاء بمعهد العالم العربي بباريس. نعم. بعد يومين، ونقاش حول يعني الوضع الإقليمي والدولي والوضع داخل لبنان، وعرض لفيلم كمال جنبلاط الشاهد والشهادة. نعم. الذي أنتجه المخرج هادي زكاك وربط. نعم. أصدقاء كمال جنبلاط. وبالتالي قد يلتقي مسؤولين، ما في شيء محدد، بس انه هو موجود هناك ربما. نعم. يعني على كل حال بموضوع الفرنسي، صحيفة الشرق تقول الرئيس الفرنسي يعد بإثارة الملف الرئاسي مع السعودية وإيران، يعني أيضا الموضوع منو عنا هو إقليمي والفرنسيين عم بيحاولوا، ولكن المحاولة حتكون مع السعودية. يعني واضح أنه فرنسا تدرك أنه هناك تأثير للسعودية ولإيران في الانتخابات الرئاسية في لبنان، وربما إذا تحرك اتجاههم لعل تستطيع أن تستخلص تسوية معينة. بتصور أنه يعني أنا ما بفكر تغير كثير المعطيات عند الإيرانيين بالتحديد، اللي هي أنه هني عم بينتظروا اللحظة المؤاتية للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي اللبناني في توقيت يناسبهم. موضوع سوريا بعده صحيح، ما في يعني بدهم يختاروا هن توقيت يكون بيتوافق مع مصالحهم لإرسال رسالة للمجتمع الدولي بلحظة معينة أنه نحن سهلنا انتخاب الرئيس اللبناني ونيل ثمن ما في مكان ما بالمقابل. نعم. ما حدا بيعطي مجانا يعني بالسياسة. نعم. على كل حال يعني بنحكي انتخابات رئاسة، لافت ما يجري بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هن أبدا عندهم في هذا الملف وما عم فكروا بأي شيء آخر مبدئيا. إدارة الرئيس أوباما خلص على الاستراحة، وبالتالي الكلام لترامب وموضوع المسلمين وهذا الخطاب زي ما نقول متطرف، إذا صح التعبير. صحيح. لا أنا بتصور طبيعة الحال في حال فاز ترامب، وما في شيء بيمنع أنه يفوز، لأنه يعني بهذه الديمقراطية كل شيء ممكن. نعم. ولكن سيكون هناك مشكلة، لأنه الخطاب اللي عبر عنه خلال حملته الانتخابية مسيء مش بس إلى المسلمين، إلى يعني شرائح واسعة، ونظرته أيضا إلى السياسة الخارجية الأمريكية وإلى السياسة الداخلية الأمريكية فيها الكثير من الإشكاليات. هلأ صحيح بالآخر يعني الإدارة الأمريكية هي عملية عمل مؤسساتي. نعم. يستمر مع تغيير العهود، ولكن ما في شك أنه الرئيس الأمريكي له تأثير كبير في تحويل مسار الأمور باتجاه أو بآخر. مثلا جورج دبليو بوش إجا عمل حربين ثلاثة وخرب الدنيا. فبالتالي يعني ما في شيء بيمنع أنه تتكرر التجربة مع ترامب، ولكن إقبال الناخبين لأنه هذا الخطاب للشارع كان بمحله، لأنه في ضوء ما يجري من عمليات وتفجيرات وإرهاب وتطرف تحت شعار الإسلام إذا بدنا نقول. صحيح، ولكن خلى الناخبين يغيروا. على الناخبين بالآخر يعني أنا بتصور المسؤولية أكثر على المسؤولين ما هي على الناخبين، لأنه مواجهة التطرف لا تكون بالتطرف. يعني إذا بده ترامب يواجه التطرف الإسلامي الصح التعبير مثل ما عم بيسميه بمزيد من التطرف،
يعني منع المسلمين من دخول أمريكا، تقييد المسلمين الموجودين ربما داخل أمريكا أو حريتهم، هذا سيولد المزيد من التوتر وسيؤدي إلى نتائج معاكسة لتوقعاته. رسالته لرئيس بلدية لندن الجديد كانت شو ما بعرف رد الفعل عليها كيف؟ يعني لا هلا منيح، يعني هو مسلم عبر بطريقة لطيفة صادق خان رئيس بلدية لندن عندما قال لن أستطيع أن أزور زملائي رؤساء بلديات نيويورك وواشنطن وسواها لتبادل الخبرات والمعارف لأنه ترامب ما راح يسمح لي أني فوت لأني مسلم. لا بتصور يعني هذا الشعار الذي أطلقه ترامب يعني حتى في حال وصوله لن يكون من السهل التفكير نعم. بتطبيقه لأنه سيترك تداعيات على الداخل الأمريكي سلبية أيضا. نعم على كل حال كنا عم نحكي رئاسي ولابد موضوع رئاسي أيضا يجري، ما بدنا نفوت أكثر في هذا التحليل. نعود لقضايانا نحن الداخلية وانتخابات البلدية الأسبوع الجاي بمنطقة الجبل، نأمل أنه تكون النتائج وتسير بشكل ديمقراطي وما يحصل أي إشكال. نعم إن شاء الله أمني إن شاء الله. أو بفتكر غيره. كل اللبنانيين عندهم ما يكفي من الوعي ما يعملوا أي إشكالات ويخوضوا هالاستحقاق بروح ديمقراطية عالية ومسؤولة. شكرا لك أستاذ رامي الرئيس مفوض الإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي على وجودك معنا اليوم بكلام بيروت. شكرا. وشكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.